تعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من غزه رئيس الهيئه الدوليه للحقوق والتنميه الدكتور رائد ابو داير. اهلا بكم دكتور الى استوديو رافدين. ادراج رئيس المكتب السياسي لحركه حماس اسماعيل هنيه على لائحه الارهاب الخاصه، ما التبعات القانونيه لهذا الادراج؟ أنا بسم الله الرحمن الرحيم، من الناحيه الفعليه هذا لا يعني ليس له اي يعني مفعول قانوني، حيث ان هذا القرار خاص بوزاره الخارجيه والخزينه الامريكيه، ويعني عدم دخول السيد اسماعيل هنيه للاراضي الامريكيه وتجميد اصوله الماليه في الاراضي الامريكيه. وهذا يعني ان حدوث تاثير هذا القرار من الناحيه التنفيذيه في داخل الجغرافيا، جغرافيه الاتحاد يعني الاداره الامريكيه، الاراضي الامريكيه. ولكن يمكن القول ان دلالات ذلك ان الاداره الامريكيه هي تضرب اليوم بعرض الحائط كل القيم الانسانيه وكل الاتفاقيات الدوليه وقواعد القانون الدولي واتفاقيه جنيف الرابعه، وبالتالي اليوم الولايات المتحده تتصرف كالثور الهائج في المنطقه دون حسيب او رقيب. من الناحيه العمليه لا تاثيرات فعليه لهذا القرار الا في مساحه الجغرافيا للاراضي الامريكيه. نعم، يعني الإدارة الأمريكية أو الإدارات الأمريكية المتعاقبة دأبت منذ فترة على إدراج العديد من القيادات في حركة حماس، وأيضا قيادات من الجناح العسكري أو العسكري بالتحديد للحركة، منهم محمد الضيف وأحمد الغندور، إلى لائحة الإرهاب الخاصة. يعني دلالات إدراج قيادي سياسي هذه المرة إلى اللائحة، ما هي الدلالات؟ يعني هذا ليس أول قائد سياسي، يعني أدرج أيضا الأستاذ فتحي حماد وهو عضو المجلس التشريعي، ادرج يحيى السنوار وهو عضو مكتب سياسي، ادرج روحي مشتهى وهو ايضا عضو مكتب سياسي، هنالك ادرجت قناه الاقصى الفضائيه ومجلس ادارتها قبل ذلك وهم يعني مستوى اعلامي. لكن بكل الاحوال هذه طبيعه العلاقه مع العدو. اليوم الولايات المتحده تطلق اصطفافا شاملا وكاملا وتشكل اصطفافا يعني ينبع من العمق الاستراتيجي بين الولايات المتحده واسرائيل نحو المصالح الاسرائيليه في المنطقه ونحو تعزيز وجود الاحتلال الاسرائيلي في المنطقه. نعم، وزير الخارجيه الامريكي ريكس تيلرسون قال بان هنيه يهدد الاستقرار في المنطقه وايضا يعني يقوض عمليه السلام مع الكيان الصهيوني. هل اقتصرت عمليه السلام في فلسطين على حركه حماس حتى اذا قبلت او قبلت حماس بعمليه السلام سوف تنتهي المشكله الفلسطينيه، ام ان هذا حق للشعب الفلسطيني بشكل كامل وريكس تيلرسون لا يرى هذا الحق الفلسطيني؟ يعني يمكن القول ان حركه حماس بما تتمتع به من قوه وتاثير في الساحه الفلسطينيه والعربيه والدوليه، خاصه في وفق او خاصه بين شموع او جموع ابناء الشعوب الفلسطينيه والعربيه، يمكن القول ان هنالك تخوف كبير من تزايد قوة حركة المقاومة الإسلامية حماس، والمطلوب هو إذعان حماس بالعملية السلمية نحو تحقيق صفقة القرن وتحقيق الحلم الأمريكي في بناء دولة إسرائيل الكبرى. لذلك هم يعتبرون أن حركة حماس تشكل عقبة كأداء أمام أي تحقيق أي تسوية في المنطقة. نعم، من غزة رئيس الهيئة الدولية للحقوق والتنمية دكتور رائد أبو داير كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.